بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد وسؤال جديد وارد في مجموعة الأسئلة. سؤال اليوم يقول كالتالي: دكتور، ما هي أفضل طريقة لاستخدام الثوم؟ للثوم طبعا فوائد عديدة وطرق استخدام أيضا عديدة، منها بلعا ومنها هرسا ومنها ما هو يقلب يعني مع الزيت مثلا على النار، وكل منهم له فوائده. بلعا ننظف في القولون، ننظف في الأمعاء، نعزز من إزالة أي ميكروبات وجراثيم موجودة في هذه المنطقة. هرسا نحفز في الدورة الدموية ونقتل أيضا الجراثيم والميكروبات الموجودة في ابتداء من الفم وكل المسار الجهاز الهضمي والدوري بوجه التحديد، لأنه محفز لهذه الدورة الدموية ويقضي أو يخفض من نسبة الكوليسترول والدهون أو الشحوم الثلاثية. أما التقليب بالزيت فهذا منكه للطعام ويعمل على تحفيز الشهية لمن يعني لديهم مشكلة في الشهية وتناول الطعام. أما الفترة الزمنية لاستخدام هذه الوصفة فهي مرتبطة بالشكوى، فلا بأس مثلا من بلع الثوم لمدة مثلا شهر، شهرين، ثلاثة، كل يوم، ما في مشكلة. وكذلك هرسا استخدامه لتخفيض نسبة الكوليسترول أو الشحوم كما قلنا مدة زمنية طويلة. إذن الفترة الزمنية هنا ليست بها مشكلة في الثوم. وإلى لقاء جديد وسؤال جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.